مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عرضية. شرح اليوم هو عن السناب شات، وتحديدا عن طريقة تغيير نغمة الإشعارات في السناب شات. قبل ما أبدأ أشرحكم أن الطريقة طلب أن تشتركون بالقناة تفعلون الجرس لايك الفيديو. هذه الطريقة للأسف حصرية فقط لمشتركي سناب شات بلس، وأنا شارح لكم عن طريقة الاشتراك. الآن راح أدخل من داخل السناب أشرح لكم طريقة تغيير نغمة الإشعارات. حتى نغير نغمة الإشعارات راح ندخل على السناب شات، وهذا حسابي KHLD123525. بعد أدخل على أي محادثة بيني وبين أي شخص، هذا حسابي الثاني، أدخل هنا بالأعلى، أدخل على ثلاث نقاط، وأدخل على إعدادات الدردشة والإشعارات، إعدادات الإشعارات، أصوات الإشعارات. طبعا الصوت مثل ما تشاهدون هنا صوت افتراضي اللي تعرفوه، هذا صوت ثاني، هذا الصوت الموجود، وهذه هذول الأصوات اللي موجودة، وهذا الشيء اللي موجود. فتقدرون تخلوها على أي نغمة أنتوا تريدوها. هذا الشيء اللي موجود حاليا بالنسبة إلى فقط لمشتركي سناب شات بلس. نقطة واحدة حبيت أقولها بالنسبة لتطبيق السناب، مرة أخرى أرجع وأؤكد، تطبيق السناب من التطبيقات اللي ما تسمح أنه يكون عندك حسابين على نفس الهاتف، فرجاء كل واحد عنده حسابين على نفس الهاتف انه يحذف واحد منهم او يحول على هاتف ثاني، لان للاسف ورا فتره راح حسابك ينحذف او الجهاز ينحذف. النقطه الثانيه اللي حبيت اذكركم بها انه اذا دخلت على الاعدادات ونزلت الى الذكريات، تحت الذكريات راح تظهر عندك اداره الجلسه. اذا دخلت على هذه اداره الجلسه راح تظهر عندك هذه الصفحه، هذه الصفحه موجود بها الجلسه الحاليه بالنسبه للحساب مالتك، واذا حسابك انفتح بغير هواتف راح تكون هنا فقط عملهم تسجيل خروج. نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو واستفادت منه لا تنسى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة.